أطلقت جامعة سوهاج أكبر حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له. وأوضح رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني أنه في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني، حرصت إدارة الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين. وأضاف رئيس الجامعة أن الحملة تتم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرا إلى أن الحملة شهدت تفاعلا كبيرا من جانب كافة منسوبي الجامعة للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن على أن الشعب المصري دائما هم سند للشعب الفلسطيني. حملة تبرع بالدم لصالح مصابي فلسطين، الإقبال النهاردة كان كويس جدا على التبرع. طبعا اي حاجه بيتبرع بنسلب الضغط والسكر ونشوف السن الكويس، لو يسمح الكلام ده في اي حاجه حصلت واحنا بنسحب الدم بنتعامل. بقى بصراحه يعني طلاب الجامعه كلهم جايين تمام، عايزين يساعدوا فلسطين تمام، يعني ويعني مستحبين ان هم يتبرعوا. في اقبال شديد على الجامعه تمام وعلى بنك الدم ان هم عايزين يتبرعوا. النهارده احنا بنشارك بتبرع بالدم لاخواتنا في فلسطين، ودي يمكن اقل حاجه احنا نقدر نقدمها لهم. بندعم اخواتنا الفلسطينيين وبندعمهم في حمله طلاب من اجل مصر تبرع اليوم بالدم، وان شاء الله جامعه سوهاج منظمه حمله تبرع الدم لاخواتنا الفلسطينيين، ربنا يفك عنهم ويرفع عنهم. طبعا احنا بنتشرف بالحمله اللي احنا بنعملها، وان احنا بنساعد الدكاتره وبنجمع تبرعات بالدم داخل الحرم الجامعي. والله انا سعيد جدا بالحمله تبرع دم لاخواتنا الفلسطينيين، ان احنا بندعمهم، وسعيد جدا اي حد بيشارك في الحاجه دي.